ابن بالعمر الصغير مو فخورين في انه يطلع ستايل، انه انتم ما دخلكم ما لكم سنة. يعني الحياة اللي خلتني انه مسند وقف يعني شو عن الدراسة واشتغل 30 ناس. انا بحكي يعني نصبني هو في ظروف في البيت يعني نقص وعم حاول ساعد قد ما فيني. كل برفقاتي انه عم يطلعوا يشتغلوا عادي، الاكثر صار انه يعني انه بتمنى انه يكون انه راحة. أكثر شغل إنه حسيتها مخيفة لما يجي شب إنه أي شخص ما بتعرفه بده ياخدك معه، يعني بياخدك لمكان البيت، يعني بيرجع البيت بالليل إنه ما في حدا بالطريق. هلا رفيقي هو جاي لعندي على المحل، فهو جاي ضبت عليه سيارة، صار يسأله إنه اللي وين رايح؟ قال له رايح لرفيقي، قال له اطلع معي ما رضي، بديت حرج شيء إنه بدي أقبل معه، فرفيقي صار إنه يتهرب إنه إنه يمشي، إنه ما يرد عليه. في واحد يعني مرة قال لي تعال اشرب، كان مظبط سيارة وقال لي تعال خذ، بس اني يعني يومتها حسيت ان القصة فيها شك، شكيت فيه وعرفت انه هو حاطط حشيش بقلب السيجارة. وفي شك تاني انه كمان هو بيشرب، قال لي تعال، وصار يعني 3 مرات قال لي اياها انه تعال اشرب تعال اشرب جرب انه ما بتخسر شيء. ما عرفت رفضت، قلت له طبعا لا، قلت له يعني مستحيل نخان ايه، بس انه هلا مبطل. هلا اول مرة بل كنت بصف الثالث، هلا قبل ما عرف انه انا كنت عند اخين ما حكى شيء، بس انه صديق اللي انه خلاص وقفه انه لا تتهيدا. اغلب رفقاتي مثلا اصغر بشغلان المعلم ما يحب هالشغلة، بيضربه يأذي ايه صار وداني، انا معلم يحبني يعني ما بيضربه. الشغلة اللي علمنا إياه إنه الدراسة أحسن لك، إنه خلاص كمل دراسة بعدين تشتغل. في عالم بعرفها إنها تاركة ما تحب الدراسة تترك وتشتغل، يعني والشي اللي بيخلون نكره الدراسة هو الضرب والإهانة، لأنه ضربت كثير يعني بالمدرسة، يعني صارت أغلط بالمدرسة فعلا هون ضربت انهنت قدام الطلاب كله. هلأ إذا قال لي أخي إنه بدي أشتغل نفض له هذا الشيء، إنه بخليه يمر بالموقف المرات شيء أنا وضرب له مثلا بحالي، لا كمل دراستك بعدين اشتغل. إنه بحاول أعمل له يعني المصاري اللي بده إياها والأغراض اللي بده إياها ما بخليه يشتغل. انه ادخل بالمجال المعلوماتي الهندسه المعلوماتيه، انه هي انا وصغير كنت احلم انا بالبكالوريا انه مثلا بعد عن الشغل والحق الدراسه خلص من البكالوريا بعدين برجع الشغل. توصل رساله للجميع، انا بقول لكل شاب انه حاول يترك الدراسه ويلحق العمل، لا الحق دراستك احسن لك بتفيدك يعني بالمستقبل بتفيد، يعني الوقت اللي عم تروحه عم تاخد في المصاري، بس المصاري انت اللي حترجع تروح على دراستك، الدراسة اللي حتفيدك، الشغل ما لحفيد.